الشيء اللي تسجل بالمقطع عيلة عم تحتفل بعيد ميلاد الجدي مع أصدقائهم. خلال تشغيل المقطع بتظهر اللقطات شيء مرعب، بعيد كل البعد عن جو حفلة عيد الميلاد بتظهر شيء مثل كابوس مرعب. خلال احتفالهم وتصوير المقطع بتظهر شخصية بتشبه الظل بتمر بسرعة كبيرة، وعلى ما يبدو وكأنه طفلة بتتحرك بسرعة عالية، لكن هالشي بيكون مرعب أكتر لما تعرف انه هالجدي كان عندها بنت توفت وكانت تتحرك بالبيت بسرعة. بالأول من يوليو 2024 فجأة بيوقف سائق سيارة إسعاف بعيد عن السيارة وهو بحالة رعب. Alright, so I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, for I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, seems possible. Thank you. I'm not trying to go back in this truck. بيقول انه اضطر يوقف بعد ملاحظته لشي عم يتحرك بالجهة يلي وراه تماما بطريق الرجعة للمركز الطبي، حتى انه هرب فورا من السيارة وصار يصور حتى من مسافة بعيدة كان يلاحظ الشي المرعب يلي عم يتحرك بالسيارة. ركز وتابع الفيديو. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it's... Like it just flew open, like. أكيد بعد الشيء اللي شافوه ما راح تستغرب من حالة الرعب اللي كانوا فيها، وبالإعادة راح تشوف شيء عم يتحرك بالفعل يمين ويسار، وبيأكد صاحب المقطع حتى باب الخزانة اللي وراه كان يفتح ويسكر بشكل مخيف. فأنت شو رأيك؟ شو يلي كان يتحرك جوا السيارة واللي سبب حالة الخوف لفريق الإسعاف؟ ثلاث شباب لوحدهم بالبيت، واحد منهم بيتصل بأمه بعد ما شاف شيء غريب ومخيف. بالوقت اللي كانوا قاعدين سمعوا صوت ضرب، الصوت كان عالي بالطابق اللي تحت وأصوات غريبة من كل جهة بالبيت. افتكروا بالأول حدا دخل وكسر شيء واتصلوا بالشرطة. الشرطة فتشت المكان بالكامل وما كان في أي أثر لدخول حدا، مثلا خلع أو كسر، يعني ما كان في أي أدلة لدخول حرامي للبيت، فراحت الشرطة. لكن بعد هاللقطات اللي سجلها واحد من الشباب
لاحظوا شيء مخيف جدا. واحد منهم لاحظ شي عم يتحرك، وإذا ما كنت قادر تشوف ركز معي شوي ودقق بالإعادة. لاحظت الشي اللي عم يتحرك عند درابزون الممر بحركة سريعة، والشي المرعب أكثر تشكل الوجه المرعب لفترة قصيرة. بالحالة الطبيعية بيكون المشفى مليان بالناس اللي جاي يتعالج واللي عملية، ربي عافينا وإياكم. ولكن الشيء اللي مو طبيعي بالمقطع اللي سجله حارس المشفى واللي يبين حتى كراسي الانتظار فارغة، فالمشفى فاضي تماما. ولما لاحظ شيء غريب ومرعب صار يسجل بالموبايل، ولاحظ هالشي يلي بالفعل مخيف. لاحظت الظل الأسود يلي عم يتحرك بالرغم من عدم وجود أي شخص بالجهة المقابلة للظل. يا ترى شو كان هالظل؟ وانت شو تحليلك للمقطع؟ اكتب لي بالتعليقات. بتاريخ 4 يونيو 2024 فيديو تم تسجيله بمطعم بعد ما صار شيء مخيف جدا. الشخص اللي سجل المقطع اسمه أليكس، ولما تسمع صوته بالمقطع بالفعل كان متوتر وخايف. كان لوحده بوقت تصوير الشيء المرعب، وبنفس الوقت في أصوات جاي من كابينات الحمام. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean, de este lado, pues aquí no hay nada, vean. Acá tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. Aquí pues tampoco, vean. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero vean, uy. Escucharon. Escucharon. No hay nada. من بعد سماع هالأصوات المخيفة فجأة على حرف الباب بنشوف ظهور لوجه مرعب، مع أن المكان بالفعل فاضي والوجه مبين وبشكل واضح، بالفعل مرعب. بنتين لوحدهم بالبيت
وتسجل كاميرا المراقبة تصرف مرعب وصراخ من البنت اللي كانت طالعة لغرفة نومها. بتقول الأم إن ما في أي تفسير للرعب اللي شافته البنت، واللي كانت تأكد إنها شافت مخلوق طويل واقف بباب الغرفة، وإذا كنتوا مركزين راح تسمعوا صوت باب خزاني يفتح، وبتحاول البنت تطلع لتشوف، لكن بترجع بتسكر الباب عليها وعلى أختها بعد الشيء اللي شافته. أنتوا شو رأيكم؟ خبروني بالتعليقات، وإذا حابين تقدموا دعم من خلال زر شكراً أو الانتساب للقناة. دمتم بخير والسلام.